وصل الصك، انا رحت فرحان، انا السيد الرئيس مكرمني بتسع سيارات وملايين الدنانير. تمام. وأضافة إلى هذا أنا رئيس مجلس الملاحة العربية اللي يعطوني كل سنة 400 ألف وكل شهر 22 ألف راتب دولار، يعني ملك. وبقيت هاي بها 13 سنة أنا. تمام. فرجعت السكرتير قال لي أستاذ أنت حيلك تقاعد؟ قلت له ليش؟ قال لي والله ما أدري. رحت الله يرحمه حكمة العزاوي، قلت له أستاذك؟ قال لي والله مع الأسف طالع قرار من مجلس قيادة الثورة، أي دائرة يصير بها سرقة ينحال المدير عام تقاعد. أنت بسفرتك هاي 21 يوم أكو بنية سحبت مبلغ ما قدرت ترجعه، مديرة مصرف، عضوة شعبة بالحزب شمرية، والمدير إحنا يجي يريد يسحب أي مبلغ يقدر يسحب، يقول أريد كذا مليون نعطيه، مدير فرع محتاج غير. هي حظها العاثر سحبت يوم الخميس، إجا واحد قشمرة قال بدي أجيب المبلغ اشتغل لك بيه بالدولار ورجع لك يوم السبت تستفادي لك كم دفتر. يوم الجمعة الدولار نزل من 2800 إلى 440 فلس، ما قدرت ترجع المبلغ. جابت ضمانات وجابت كفلاء وانحبست 15 سنة. فأنا كتبت رسالة للسيد الرئيس قلت له وقع علي ظلم كبير ولا وقتك اسمه انتهى. السيد الرئيس قابلني فقرأ بالإضبارة مالتي، طبعا بعد إجراءات الله أنا شايف 17 مرة. قال لي حقك يابا، والله صدام حسين ظالمك أنت. كتب برقة وطانيها وطاني الإضبارة كلها، قال لي سلمني على أهلك، يعاد إلى نفس وظيفته، تعتبر فترة انقطاعه براتب تام، يكرم بسيارة من موجودات القصر، يكرم بعيدية مبلغ 5 مليون دينار، ورجعني المكان.